شبابي. ايه التخريف اللي انت بتقوليه ده يا جميل؟ اكيد في حد تاني هو اللي ارتكب الجريمه دي. مستحيل حد يعرف. انا دخلت لقيته كده والله. خالد هو اللي عمل فيها كل ده، عشان كده انا قتلته. كنت فاكره ان خالد ده طوق النجاه بالنسبه لي، طلع طوق من النار. نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيت انا جايبك منين؟ يعني بتعترفي بالزنا مع عمر؟ عمر! يوم الانتقام 15 مايو. انا خلاص بقيت حاسه ان الدور عليا. مين؟ يا ريتنا اتقابلنا في ظروف احسن من دي.